ده ولا ايه بالظبط هنعرف. طيب ملوش حق اصلا يعني وجهه نظري خطا من الكابتن احمد سليمان انه يقدم استقالته. يعني هو معترض على عوده الشيكابالا. لا انت النهارده حتى لو معترض انا اتفق معاك في الاعتراض، اسجل اعتراضي حتى في جلسه رسميه، لكن انا مش شايف ان ده يبقى سبب للاستقاله. انا النهارده ليدنج على الدوري، انا اول الدوري، الفريق ماشي بشكل كويس قوي، نادي الزمالك بيأدي بشكل كويس قوي، عندي مباراه مصيريه مع الفتح الرباط المغربي. اشوف ان التوقيت هو اهم حاجه يا كابتن كريم، اهم من القرار. توقيت اخدان القرار. طيب معنا احمد مرتضى منصور عضو مجلس اداره الزمالك. ازيك يا احمد؟ كريم ازاي حضرتك؟ الله يخليك كابتن علاء. احمد ازيك؟ مبروك النهارده يا احمد. الله يبارك في حضراتكم، ربنا يخليك. مبروك بشكل كويس. الله يخليك. طيب يعني تعليقك ايه على موضوع استقاله كابتن احمد سليمان، وهل ليها علاقه بعوده شيكابالا ولا ايه بالظبط؟ يعني تعليقي هو الكلام بتاع كابتن وليد كله. خلاص اللي كابتن وليد قاله دلوقتي حالا. حالا. لكن كتعليق بقى رسمي اللي انا هقوله ده كان زميلنا. كان زميلنا ده معنى ان انتوا كمجلس اداره او رئيس النادي المستشار مرتضى قبل الاستقاله؟ لا احنا متفقين من فتره ان اي حد هيستقيل هنقبل الاستقاله. لكن طبعا كابتن احمد الواحد بيبقى حزين، واحد في قيمه كابتن احمد بالنسبه لنا يعني اكيد زعلانين ان هو مشي. لكن احنا متفقين كمبدا ان اي حد هيستقيل هيقبل استقالته. واعتقد احنا عملنا كده مع باشمهندس مصطفى مصطفى عبد الخال. يعني الوضع صعب الدنيا، مش النادي مش في حمل اي مشاكل، يعني النادي فيه المشاكل اللي مكفياه. بس طيب ليه ما تزعلش مني ليه برضه يا احمد، ليه ما عملتوش قبل ما موضوع اللي انتم ما تكلموش كابتن احمد او ما حدش يعني كأصدقاء وكأعضاء مجلس مع بعض حد يكلمه، حد برضه يحاول يثنيه عن القرار؟ لان يا كريم مش وقته بصراحه، يعني ما فيش اصلا. هو ايه السبب؟ يعني هو انا صحيح زي ما كابتن وليد قال، وكابتن احمد كان قدم استقالته اكتر من مره يعني او تراجع عنه حوالي 5 مرات. بالظبط بقى له فاسننا كتير طبعا، يعني ال5 مرات انا تعبت، انا بروح اكتوبر وباجي من اكتوبر. يعني الموضوع بالنسبه لي متعب. لكن زي ما كابتن وليد قال لك، شيكابالا يجي، محمد يجي، علي يجي، انا ليا ان انا اقول رايي وخلاص. اتاخد بيه اتاخد، ما اتاخدش خلاص، ما هو ما فيش في راي اغلبيه. وخصوصا والكلام اللي انا قلته امبارح ان اصلا ما فيش حد اتعاقد مع شيكابالا. مجرد محاولات عشان تشوفوا حل تساعدوه بيه في سبورتنج لشبون. وما ينفعش شيكابالا او غيره اي لاعب يجي نادي الزمالك وهترده بره نادي الزمالك. ده بيته يعني ده بيته. معلش شيكابالا ده كان كابتن فريق ومتربي في النادي ولعيب، يعني ما الواحد بالعكس في الاوقات دي بيبقى محتاج حد يقف جنبه، مش حد بالظبط يتعامل معاه، وخصوصا ان كابتن احمد عضو مجلس اداره، ده هو كبير. يعني طيب الاستقاله اتقدمت لمجلس الاداره بشكل رسمي ولا بس لوزير الشباب والرياضه لغايه دلوقتي؟ يعني انا ما عنديش تفاصيل، بس هي اتقدمت للوزير، يعني اللي انا عارفه اتقدمت لنادي الزمالك. مش عارف اتبعتت ولا لا، بس احنا عرفنا ان اكيد هو بعت لوزير الشباب والرياضه خلاص خالد عبد العزيز. طيب احمد قول لي انت كعضو مجلس اداره ايه رايك النهارده في نتائج الماتشات، يعني فوز الزمالك على الحرس وفوز المقاولين على الاهلي، ده يعني ان خلاص الزمالك قرب كتير من الدوري ولا برضه لسه بدري؟ مفيش حاجه احمد معلش التليفون بيقطع بعد اذنك، عايزك تتحرك كده بس عشان كده كويس. كده كويس. البطوله عشان اخد بطوله لازم لاخر ماتش العب، فمفيش حاجه بتحسب. لكن اللي انا شايفه ان فريق نادي الزمالك افضل للفرق في الدوري المصري، وان شاء الله باذن ربنا يكملها على خير. احنا امبارح كنا اتكلمنا في موضوع شيكابالا وانت شرحت لي القصه وقلت ان احنا هنحاول نساعده وكده وتخلصوا الموضوع، وفي وفد من ازاي. انا بعيد كلام امبارح برضه عشان الناس اللي ما تابعتناش امبارح، يعني انت قلت لي ان الزمالك هيطلع وفد من الزمالك ويتفاوضوا مع سبورتنج لشبونه، لكن شيكابالا هيتحمل الفلوس سبورتنج لشبونه حتى لو هتتخصم من عقده
في السنين القادمه، ولسه لغايه دلوقتي مفيش حاجه تمت بشكل رسمي يعني. بالظبط، وحتى لو شيكابالا ما لعبش في نادي الزمالك برضه هنبعت وفد على حسابه الشخصي يخلص مشكله شيكابالا لاي نادي في مصر او بره مصر. اكيد حاجه جميله. وبرضه بكره الزمالك عنده مباراه مع طلائع الجيش في نهائي كاس مصر للكره الطايره ان شاء الله باذن الله، ويبقى خدنا الكاس والدوري باذن الله. بشكرك، الله يخليك يا احمد، بشكرك شكرا. بس دعيتنا بقى كريم في ماتش المغرب عشان مسافر ده اول سفر. ما انا ربنا يستر والله انا قلقان، انا قلت لك انا قلقان بس خير. مش عارف صوت الاستاذ عامل كده فيا يعني، ودي اول مره ماتش صعب. كمين يعني. كمين يا احمد كمين. هنشوف قوتك بقى يا نجم، هنشوف قوتك ان شاء الله. لا واحتمال، وبعدين يا احمد لو سمحت لما تروح المغرب ما تتحركش بعيد عن البعثه. لا 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 في الاوتيل بس يومين بتوع البيئه، عايزين نركز في الماتش. طبعا طبعا. طيب ماشي. السلام عليكم. بشكرك شكرا جزيلا. طيب نروح للكابتن عصام عبد الفتاح طبعا رئيس لجنه الحكام، وشاف الجدل او اختلاف الاراء ما بين